سلام ونعمة. بسم الاب والابن والروح القدس. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان. هنكمل السلسلة بتاعتنا عن الروح القدس. وزي ما كنت بقول، البعض يقول لي ده انت داخل النهاردة على 7 خدمة. احنا ممكن شهور طويلة نتكلم عن الروح القدس. احنا بنتكلم عن ربنا، مش كده؟ نتكلم عن ربنا. فاكرين قلت لكم من سنين طويلة كنت موجود في احد الكنائس، وبعدين كنت بقود فترة التسبيح، وبعدين وقفت كده وغمضت عينيا قلت له تعالى يا روح الله، تعالى تلمس مع قلوبنا مع حياتنا. كانت صلاة زي كده. تاني يوم اتقدمت فيها شكوى من عدة اشخاص لراعي الكنيسة، والشكوى كانت فحواها معناها بيصلي للروح القدس. وأنا لما نديت للتحقيق معايا أنا ما عرفتش أرد، ما ردتش، سكت. الله قائم بذاته، ناطق بكلماته، الكلمة المتجسد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، وحي بروحه. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد. أمين أمين. حينما نعلم عن الروح القدس احنا بنعلم عن ربنا، الله الحي اللي موجود في وسطنا. عشان كده أمر مهم قوي قوي، مش أعرف عن الروح القدس، لكن كل واحد يخرج بالسؤال ده: إيه هي علاقتي مع الروح القدس يوميا يوميا؟ هل في عشرة وشركة؟ عشان كده تلاحظوا الموضوعات اللي أخدناها، عملنا مقدمة، أخدنا خدمتين، وبعد كده جاء أبونا أنجيليوس اتكلم عن روح القدس اللي بيقدس حياتنا، وبعدين أبونا ديماديوس اتكلم عن ألوهية الروح القدس، وبعد كده جاء أبونا بيشوي اتكلم على شركة الروح القدس. الأسبوع اللي فات أبونا مكاري اتكلم عن إيه؟ ثمر الروح القدس. أنا مفروض كنت هجاوب سؤال أحد الأحباء، وحد قال لي كيف أمتلئ من الروح القدس؟ طب إزاي أمتلئ بالروح القدس؟ وبعدين بعد ما اشتغلت كتير كده هو اتحسيت لا، أنا النهاردة هتكلم عن الجهل بالروح القدس. الجهل بالروح القدس. ولو عايز تدي عنوان، العنوان اللي جه في مزمور 139 وعدد 7: أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ فين؟ أوكي؟ هنفتح مع بعض سفر أعمال الرسل، مجرد كمقدمة للجزء بتاعنا. سفر أعمال الرسل إصحاح 19. ودايما لما تيجي تدرس سفر أعمال الرسل تحتاج تسأل نفسك السؤال ده: ما هو سر اهتمام الرسل بالروح القدس؟ ليه كانوا مهتمين بالروح القدس؟ ايه السبب؟ السبب بسيط، لان هم رأوا النتائج في حياتهم، رأوا النتائج في خدمتهم. شفنا بطرس واحنا بنتكلم على لقاءاتنا بعد القيامة، شفنا بطرس قبلها وخوفه ازاي انكر المسيح، وشفنا بطرس بعد حلول الروح القدس، نتائج تغيير كامل في حياتهم وفي الخدمة. أعمال الرسل إصحاح 19: فحدث فيما كان أبولس في كورنثوس أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسس، فإذا وجد تلاميذ قال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم؟ امتلأتم بالروح القدس؟ قالوا له: ولا سمعنا إنه يوجد الروح القدس. أنا هشرح الكلام ده يمكن أكتر، أنا هشرح الكلام ده يمكن بعد كده أكتر. في مرات كتيرة بيكون هناك عابرين بيأتوا للإيمان، وبيكون في تصورهم إنه مش محتاجين لمعمودية، مش محتاجين للمعمودية. لكن هنا السؤال: هل قبلتم
الروح القدس لما أمنتم؟ وكانت الإجابة قال له ولا سمعنا إنه يوجد الروح القدس. فقال لهم فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا بمعبودية يوحنا. فقال بولس إن يوحنا عمد بمعبودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده أي بالمسيح يسوع. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع، ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فتفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. يمكن ده موضوع دراسة لوحده، انه كل مرة، لان في مرات كتيرة اذهاننا بتروح لسكك بعيدة، كل مرة تلاميذ امتلأوا بالروح القدس في سفر اعمال الرسل تكلموا شهدوا. فالامتلاء بالروح القدس مش الإشارة على علامات manifestations، لكن على نتائج تغيير الحياة، مش الشخص نفسه لكن أيضا المحيطين به. السر وراء اهتمام الرسل بالروح القدس ان هم رأوا النتائج، وانه استحالة للمؤمن انه يعيش بدون الروح القدس، بدون حضور الروح القدس في حياته، بدون حديث الروح القدس له اليومي، مشورة الروح القدس، قيادة الروح القدس لحياته. ابتعدنا عن الكتاب المقدس هو ابتعاد عن ايه؟ عن الروح القدس. كون الكتاب ده ملوش مكان في حياتي، مش بيتفتح نهائيا، معناه اني انا في مسافات كبيرة جدا بيني وبين الروح القدس. الروح القدس واحد في الجوهر مع الله الآب والابن، بنقول نائب الثالوث لتغيير حياة البشر. صعد يسوع إلى السماوات وأصبح الروح القدس في حياة المؤمن يمثل الثالوث المقدس، يعمل في حياتنا النائب عن الثالوث المقدس. لما أنا زي ما كنت بقول من شوية، المعمودية مش عمل رمزي لكنه عمل روحي، إيماننا المسيحي فيه ولادة من الله وحلول للروح القدس من خلال مسحة الميرون، ده ختم التثبيت، يحل الروح القدس في المؤمن، دي معمودية النار. فالمعمودية مهمة. لو تفتكروا متى صح 3 وعدد 11، يوحنا المعمدان لما رأى كثيرين من الفريسيين والصدقيين يأتون لمعموديته، فاكرين قال لهم ايه؟ قال لهم انا اعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي، دي الكلمات اللي كانت قريناها من شوية في اعمال 19، اتعمدنا بمعمودية يوحنا. يوحنا قال لهم انا اعمدكم بماء للتوبة، ولكن يأتي بعدي من هو اقوى مني الذي لست اهلا أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. والنار بترمز للروح القدس والعمل وللنتائج الحادثة في حياة الممتلئين، تغيير كامل للحياة. عشان كده ما ينفعش أكون مش عارف مين هو الروح القدس في حياتي. احنا بنتعلم عن الروح القدس عشان يكون لنا شركة مع الروح القدس وعلاقة وعشرة مع الروح القدس يوميا. لابد يكون لي معرفة، لكن لابد اكون فاهم الله هو اللي موجود فيا، انا عشرتي مع ربنا، مش زي ما البعض قال لي كيف تجرؤ وتصلي الروح القدس. الله، الله اللي موجود فينا. وتفتكروا في الكتاب المقدس مع بداية سفر التكوين، احنا بنقول انه الله روح في بداية سفر التكوين اصحاح 1:1-2، في البدء خلق الله السماوات والارض، وكانت الارض خربة وخالية، يعني بلا نظام، مش خراب بمعنى destruction، بلا نظام زي ما حدث في الايام الستة، خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. روح قدس موجود، إلهيم الثالوث المقدس، الله روح،
الله الله روح. I'm very sorry ما قفلتش تليفوني. الله روح. لما نرجع لإنجيل يوحنا إصحاح 4 وعدد 24 يسوع هو بيتكلم مع المرأة السامرية الله الله قال لها الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. معانا الروح القدس لعمل علاقة مع الله. الله روح وأنا بعبده من خلال الروح القدس فيا فيا، لأني أنا كإنسان بعيدا عن الله والروح القدس مش موجود فيا استحالة أني أتواصل مع الله. وده كلام يسوع، الله روح، الذين يسجدون اللي عايزين يدخلوا في علاقة مع الله بالروح القدس، المؤمن اللي عايز يكون له حياة مشتعلة، حياة فعلا فيها نور، فيها فهم، فيها إدراك، حياة مشبعة، محتاج للروح القدس، محتاج للروح القدس. عشان يكون لي عشرة مع الروح القدس لازم يكون لي عشرة مع الكتاب المقدس، عشرة مع حياة الصلاة، يكون لي في حياة توبة، يكون في جهاد روحي في حياتي، يكون في انتظام على حضور الاجتماعات القداسات التناول، عشرة مع الروح القدس. فالروح القدس موجود في حياتي مش ضيف، لا موجود كمالك. زي ما بقولك نفترض أنا بعتلك البيت، بعتلك بيتي، وأنت جيت دخلت البيت ومعاك عقد، وبعدين طلبت منك قلتلك أقعد تحت، قعدت تحت، جيت قلتلي لو سمحت أنا عايز أطلع الدور اللي فوق، لا 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 لا، الدور اللي فوق فيه حاجات مكركبة مش هقدر، الأوضة دي الروح القدس يقول لا 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 لا، دي مشاكل، ده خصام، دي خطية موجودة في حياتي، يقول لي طب أدخل هنا، أقول له لا 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 لا، الروح القدس موجود في حياتي عبارة عن إيه؟ ضيف، في حين ان هو ايه؟ مالك، سيد، رب، له الحرية انه يتحرك في حياتي. فعشان كده وانا حياتي منطفئة انا عندي مشاكل كتيرة في حياتي، عندي مشاكل مش قادر اعرف مشورة ربنا ارادة ربنا لاني بعيد عن الكتاب المقدس. عشان كده ممكن يكون في حاجات في حياتي مش قادر اتوب او مش فاهم اني مفروض اتوب عنها. ليه؟ مفيش شركة وعلاقة مع الروح القدس. لما تيجي تبص كورنثوس الثانية الرسول بولس اصحاح 3 وعدد 3 الرسول بولس يقول ظاهرين انكم رسالة المسيح مخدومة منا، بيتكلم عن النفوس اللي هو بيخدمها، بيقول ان حياة المؤمن رسالة. ها الرسالة بيتبان منين؟ بيقول ايه؟ من العنوان. يعني ايه حياتي رسالة؟ يعني انا الناس تستطيع انها مش تقرا فيا، انها ترى فيا يسوع، مش وانا واقف هنا، لا وانا موجود في بيتي وانا موجود في علاقاتي وانا موجود في الشارع وانا موجود في عملي، ترى فيا المسيح من خلال السلوك. فبولس بيقول انه هدف خدمته ان حياة الناس تبقى شاهدة عن مين هو المسيح. فبيقول انتم ظاهرين انكم رسالة المسيح مخدومة منا، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي. الخادم بيخدم من خلال حضور الروح القدس، الروح القدس يحمل كلماته أو كلمات الخادم يحملها رسائل، فيستطيع أنه يصل ليك أنت في موقفك اللي أنت موجود فيه النهاردة، في الموقف ده أو في المشكلة دي أو في العلاقة دي أو في الاحتياج ده أو في الهم اللي موجود عندك. يستطيع الروح القدس أنه يصل لك، يقول لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية. حقيقة الخادم بتظهر في حياة من يخدمه من خلال تأثيرات الروح القدس. عشان كده أفسس إصحاح 4 وعدد 30 الرسول بولس يقول إيه؟ ولا تحزنوا إيه؟ الروح القدس أصله موجود فيا، الروح القدس له مشاعر. لما تدرس في سفر أعمال الروح القدس الروح القدس له مشاعر، عشان كده الكتاب يقول ولا تحزنوا ولا تطفئوا. معناها إيه؟ الخطية تحزن الروح القدس، القلب المتحجر يحزن الروح القدس، له مشاعر، ها له إرادة، له مشورة.
سفر أعمال الرسل إصحاح 13 وعدد 2 كلمة ربنا تقول إنه لما صاموا وصلوا قال الروح القدس افرزوا لي شاول وبرنابا للعمل الذي عينتهما إيه لأجله. الروح القدس موجود في الكنيسة بيشاور على الخدام. الروح القدس موجود في الكهنوت يشاور على بسامة واختيار خدام معينة. هو المدير هو المدير في حياة الكنيسة في حياة المؤمنين. أنا وإنتوا محتاجين لمشورته اليومية في حياتنا، محتاجينه، ومحتاجين نبقى عارفين إنه مرتاح فينا، إنه مالك مش ضيف، إنه له الحرية إنه يتحرك في أرجاء حياتنا، مش ضيف لكن مالك، مالك. ها يقول ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. يعني ختمتم ليوم الفداء ده عربون، ده انا ختمت بالروح القدس لغاية اليوم اللي هاجي اقف فيه قدام كرسي المسيح ويحاسبني حسب اعمالي، وايضا يحدث فداء للاجساد ليوم الفداء. مش هيتركنا لما هننتقل الروح القدس معانا، ها صح مش كده، ها معانا ليوم الفداء. خدم الروح القدس هو الأقنوم الثالث في اللاهوت، مساوي للآب والابن في الجوهر. ولما ندرس عشان نتعلم نجد ان الكتاب المقدس بينسب له صفات الألوهة. نحتاج نرجع لخدمة أبونا دوماديوس ألوهية الروح القدس. عشان كده لما اتحقق معايا ازاي بتصلي الروح القدس، انا بصلي ربنا انا بصلي لله. ها كل الكتاب شوف كل الاعمال اللي بيقوم بيها الروح القدس هو الله الله. ها حسقيال 11 وعدد 5 الكتاب يقول حل علي روح الرب وقال لي تكلم. اشعيا 61 عدد 1 يقول روح السيد الرب. اعمال اصحاح 5 فاكرين حنانيا وسفيرة لما بطرس، حنانيا لما كذب جي بطرس قال له لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس. وانا دايما اقول لاحبائي سامحوني احنا في الكالتشر بتاعتنا عندنا مشكله، عندنا حاجات حلوه قوي بس عندنا شويه مشاكل. ايه هي؟ الكذب الملون، صح؟ الكذب عندنا كذبه بيضه وعندنا كذبه صفره وعندنا كذبه اورنج وعندنا كذبة ايه بقى خضرة. الكذب هو ايه؟ كذب. الكذب هو كذب. لما تيجي تبص لخطية الراجل ده، باع ارض نفترض ب$100، ها الصحاب يقلد برنابا وراح جه كده اتفق هو ومراته، راحوا حاطين $50 في جيبهم وراحوا ماسكين $50 كده وراحوا رموها عند اقدام الرسل قدام كل الناس. كل البلد كانت بتتكلم تقول حنانيا وسفيرة باعوا الارض بتاعتهم وجايين يدوا فلوسها كلها. فبصلوا كده، لا دي خطية، انت مش بتكذب على الناس، انت بتكذب على مين؟ روح قدس. روح قدس ربنا. ربنا مش براك، ربنا جواك يا مؤمن. فلما تيجي تسألني انت ما جيتش امبارح ليه، ممكن اكون مرهق، ها ممكن اكون اتأخرت في عملي، فأجاوبك أقول لك الحقيقة أنا ما كنتش فاضي، ما قدرتش. ما أقول لك أنا كنت في عملي، لكن ما أقولكش أسكت ده الولد الصغير سخن وأنا غصب عن صحيح كذبة ما أذتكش أنت، لكن هي أذت إيه؟ أشرتي وعلاقتي مع مين؟ مع الروح القدس. التليفون يرن والولد ابني الصغير يرد، ايوه يا انكل عايز بابا، وبعدين انا اعمل له ازاي؟ دي مره حصلت حقيقه بجد، اب حكاها لي. فالولد قال له يا انكل بابا بيقول لك ان هو مش موجود. ده بجد حصل الكلام ده، الاب حكى لي الكلام ده. فاخذ درس في حياته، انا بكذب على الروح القدس. الكذب على الروح القدس، النفوس زي ما بقول اللي اتعودت على الكذب خطية. لكن لما بيكون في عشرة بينك وبين الروح القدس، عارف انك مش بتكذب قدام الناس، انت واقف قدام ربنا،
واقف قدام ربنا. كلمة الله مرآة، أرى فيها نفسي، أرى ربنا، أعرف احتياجي. الروح القدس في حياتي كمرآة أرى فيها الصدق، وأرى فيها شخصية الله، وأرى فيها نفسي بحقيقي. أنا ما أقدرش أختفي بعيد عن روح القدس، ما أقدرش، ده موجود فيها. فمرات كتيرة لما أجي أصلي الموقف أو لناس معينة أقول له يا روح الله أنت أقرب منهم مني، ده هو موجود فيهم، ده هو معاهم 24/7، 365 يوم في السنة، واليوم السنة الكبيسة معاهم كل الوقت في حياة المؤمن، كل الوقت في حياة المؤمن. الروح القدس موجود معانا كل الوقت، كل الوقت. عشان كده لابد اننا ناخد بالنا في العشرة والعلاقة معاه. الكتاب المقدس بيثبت ويؤكد لنا لاهوت الروح القدس، وان واحد في الثالوث المقدس مع الاب والابن. ويسوع المسيح ترك وصيه للتلاميذ، لو تفتكروا في متى 28 قال لهم ايه، وعدد 19 قال لهم تلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسماء، باسم مش باسماء، باسم ايه؟ الاب والابن والروح القدس. الصوت وحش؟ انتوا حاسين الصوت وحش؟ طيب انا هريح حضرتك. حاضر. الصوت كده كويس؟ معقولة؟ حاضر. فاهمين؟ يسوع بيقول باسم إله واحد مش أسماء. يوحنا الحبيب تلميذ المسيح وهو بيكتب رسالته، يوحنا الأولى إصحاح 5 وعدد 7 بيقول إن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة اللوجوس، يسوع المسيح والروح القدس. وبعدين يرجع يقول هؤلاء الثلاثة أو ثلاث تميزات يقول عنهم هم إيه؟ هم إيه؟ هم واحد، واحد. احنا بنتكلم عن الله اللي موجود فينا احبائي. احنا في مرات كتيرة بننتظر الناس تيجي تتكلم معانا علشان نكلمهم عن ربنا، لكن لما احنا بنروح للنفوس مين اللي موجود معانا؟ ربنا موجود معانا، الروح القدس موجود معانا، الروح القدس موجود معانا. هذكركم حاجة في قانون الايمان، في قانون الايمان احنا بنقول ايه؟ في قانون الايمان احنا بنتكلم في قانون الايمان عن ما يؤيد إلهية الروح القدس وعن البعض من اعماله. في قانون الايمان، في قانون الايمان بنقول مين هو الروح القدس وايه هي اعمال الروح القدس. بنقول ايه؟ بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الاب ضابط الكل، خالق السماء والارض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء. شو بكلم على عمل الروح القدس، انتبهوا بقى، الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين. مين هو الروح القدس على حسب
قانون الإيمان. من هو الروح القدس؟ احنا بنقوله كل حد مش كمعرفة ومعلومة عشان نفهم دوره في حياة في الإيمان، دور الروح القدس وفي حياتنا، في حياتنا على ضوء قانون الإيمان. مين هو الروح القدس؟ نبدأ بالترتيب بصفة عامة، ايه علاقة الروح القدس بالمسيح حسب قانون الإيمان؟ ها احنا قلنا ايه؟ شوف انت كل اسبوع بتقول قانون الإيمان، ها بناء على قانون الإيمان بنقول ان يسوع تم به، تم الحبل بايه؟ بالروح القدس. ها ولما تفتكروا الكلمات احنا بنقول هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء ايه؟ تأنس. لو تفتكروا كلمات الملاك للمطلوبة العذراء مريم لوقا اصحاح واحد لما قال لها، لما كانت حبلة في الشهر، لما راحت اولا لأليصابات ارتقد الجنين في بطنها امتلأ بالروح القدس، الملاك قال للمطابع العذراء مريم قال لها الروح القدس يحل عليك. يسوع ايضا لما تيجي ترجع في كلمة ربنا انا بكلمك عن دور الروح القدس في حياة المسيح. احنا شفنا الروح القدس اللي كلمنا عنه في قانون الإيمان ايه دوره كان في حياة المسيح، ها ايه دوره في حياة المسيح؟ متى 3:16-17 لما اعتمد يسوع الكتاب يقول صعد للوقت من السماء وإذا السماوات قد انفتحت فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وأتيا عليه صوت من السماء قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. الكتاب يقول عن يسوع ايه قانون الإيمان؟ يقول تألم وقبر وقام من الأموات في اليوم الثالث. يسوع أمن بين الأموات بقوة إيه؟ بقوة الروح القدس. والرسول بولس في رومية 8:11 يقول وإن كان روح شرطية، وإن كان روح الذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائدة أيضا بروح الساكن فيكم. ها؟ حتى بعد الانتقال الروح القدس موجود فينا، لاهوت الروح القدس. الكتاب بيقول لنا ان هو المحيي، معطي الحياة، هو الذي يحيي الموتى. لما ترجع لحزقيال 37 الرسول بولس في افسس اصحاح 1:14 يقول لنا الذي هو عربون ميراثنا، سكن الروح القدس في قلوبنا عربون، انه فيه ايضا تقوم اجسادنا في اليوم الاخير اللي فيها نتغير الى شبه جسد المسيح الممجد. لما بنتكلم عن الروح القدس احنا بنتكلم على اقنوم الحياه، مصدر وجودنا، هو الروح المحيي اللي موجود فينا، هو مصدر حياه الروحيه. عشان كده لابد اني انتبه لحضوره فيا. هل لي عشره مع الروح القدس؟ امتى اتكلم معاك؟ امتى منعك انك تعمل شيء معين؟ امتى قادك انك تاخد قرار يمجد المسيح في حياتك؟ انت تكلم اليك الروح القدس من خلال الكتاب المقدس، هو الذي يضع في الاشتياقات، الاشتياقات المقدسة. وانا عايش النهاردة اشتياقات، هو اللي بيضع في الحب، رومية 5:5 محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. ليه محبتي فترة لربنا؟ ليه المحبة فترة؟ اصل اللي بيسكب الحب في قلبي ربنا هو مين؟ الروح القدس. فمحبتي لله يبقى حب رد على حب، يعني ليه ان ربنا بيحبني واني غالي عليه قوي ويحط المحبة في قلبي. انا عامل زي الترومبة اللي كانت موجودة زمان في الصعيد، تيجي تشغلها ما تجيبش مية، فيجي الفلاح الشاطر واخد شوية مية من برة ويروح دلقهم على الترومبة من فوق يخليها ايه تشتغل. الروح القدس بيعمل معانا كده، يعطينا ويعلن لينا عن محبة ربنا، عن أبوته، تغير المحبة قلوبنا وتبدأ تتجدد الاشتياقات جوايا. أحب ربنا وكوني بحب ربنا أحب الناس، كوني بحب ربنا هيبقى في قلبي رحمة وهيبقى في قلبي غفران. ده عمل الروح القدس. ومش كده وبس، هشتاق لرجوع المسيح تاني. في مرات كتيرة مش فاكر كنت بتكلم مع حد من إمتى
فبقول له لا، الواحد بيجهز نفسه بقى، اصل احنا لما بنكبر في السن نجهز نفسنا عشان خلاص هنسافر بعد الشر. فانا بصيت له كده قلت له شر ده، انا مشتاق، انا مشتاق اتقابل معاه. وبعد ما قلت كده حتى افكر لوحدي، وده اشتياق جه كده، ده حاجه من دماغي ولا بيحط الاشتياق جوايا للقاء مع المسيح؟ هو الروح القدس، مش كده اخر سفر الرؤيا امين تعالى ايها الرب يسوع، هو اللي بيضع فينا الاشتياقات. فنفهم ان احنا مش موجودين في الارض لكي ما نحيا هنا في الارض للابد، لكن الحياه كلها في السماء، في السماء. فيبقى جوايا اشتياقات للسماء، للعشره مع المسيح. ده عمل الروح القدس، الروح القدس مكتوب عن يسوع. احنا كخدام ما نقدرش نخدم بعيد عن مشوره وقياده الروح القدس. ها، في مرات انا مره كنت بكلم مش فاكر مع مين، وبيسال بياخد قد ايه وقت علشان خادم يحضر خدمه او درس كتاب، from 40 to 60 hours per week. ها، لكن الخادم يجي يقعد هنا قبل ما يطلع يبقى مرتعب خايف. هل الروح القدس ما يكونش موجود معانا؟ الروح القدس يكون، لابد ان يكون معانا. مكتوب عن يسوع اعمال الرسل اصحاح كام؟ اعمال الرسل اصحاح 10 وعدد 38، بطرس في بيت كرنيليوس وهو بيكلمه عن يسوع المسيح، يقول له كده، يقول له يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس وبقوة، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المرضى، ها، المتسلط عليهم إبليس، لأن الله كان معه بقوة الروح القدس. فإحنا كقدام بنخدم بقوة الروح القدس، إحنا كمؤمنين بنعيش بمشورة الروح القدس. لازم نبقى منتبهين لحضوره فينا، لحضوره معانا، معانا جوانا. بيقول إيه؟ لما من عدة أسابيع كنت موجود هنا وحد من الآباء حصل له ظرف واعتذر وما قدرش يجي، وفضلت منتظر لحوالي 5:30 بعد الظهر، حصل ظروف. وبعدين بتكلم مع حد من الكهنة قال لي أنا هتكلم في الموضوع ده، فخفت أنا أتكلم في السكة دي، فضلت قاعد مش عارف هقول إيه. كنت عمال أصلي أقول يا روح قودني، روح القدس بيقود الكنيسة، بيقود القدام، بيقود الكهنة، يقولوا إيه وما يقولوش إيه. وأنا طالع فكرت كده، جه جوايا جاوب على السؤال، كان حد بعت لي سؤال منكم، فوقفت أجاوب على السؤال. تلقائيا وجدت نفسي أني رايح لمزمور 11 وكلمت عن إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل. وفوجئت بعد ما خلصت 4-5 جم قالوا لي الكلمة دي عشاننا، الروح القدس، الروح القدس هو اللي بيقود، اللي بيقود الناس. الروح القدس بيشاور في داخلي على يسوع. رحلة الروح القدس في حياة المؤمنين دايما تنتهي عند المسيح. عشان كده يوحنا 14-15-16 يسوع يتكلم عن الروح القدس، يقول يأخذ مما لي وإيه ويخبركم، ذاك إيه يمجدني. الروح القدس في كل موقف أعمله دايما بيذكرني إذا كان حياتي وسلوكي وتصرفاتي تتطابق مع كلمة ربنا ومع شخصية المسيح ولا لا. يظهر ليا يسوع، هو ده عمله فيا. الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم على ثمر الروح القدس، الروح القدس في حياة المؤمن فلاح بيزرع ويعمل في حياتي من خلال تعاملات معينة، يطور ويغير شخصيتي يوم بعد التاني عشان يبدأ يظهر في شخصيتي ثمر صفات. صفات هي عبارة عن إيه؟ بتشاور على شخصية المسيح، فرح، محبة، سلام، طول، أنا، إيمان، وداع، تعفف، ضبط نفس. ده دي شخصية مين؟ شخصية المسيح. ده عمل الروح القدس في حياة المؤمنين. ها؟ فاكرين احنا بنقول في قانون الايمان، بنقول على الروح القدس الناطق ايه؟ الناطق بالانبياء. الكتاب المقدس كل العهد القديم الانبياء كتبوا كلمه الله على مدار 1500 سنه، 40 كاتب
كلهم اتكلموا عن نفس الموضوع، كانوا بيتكلموا على الفادي ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. لما درست اللاهوت هنا في جامعة تورونتو كان بيجي أشخاص من ديانات مختلفة علشان يدرسوا معنا لاهوت، ولما كانوا بيكلموا في حاجات معينة أنا كنت أقول لهم تعالوا تعالوا ندرس العهد القديم، ادرسوا العهد القديم من أوله لآخره، شوفوا النبوات اللي جت على يسوع المسيح على مدار 1500 سنة، 40 كاتب، خلفيات واتجاهات، لكن كلهم اتكلموا على موضوع واحد، عن فادي واحد. ده عمل الروح القدس اللي قاد الأنبياء ان هم يكونوا بيتكلموا على المسيح. فاكرين لما متى الرسول كتب في انجيله اصحاح واحد لما جه اتقابل الملك مع يوسف النجار، حينما الكتاب يقول انه اراد تخلية العذراء، اراد تخليتها سرا لما عرف انها حبلة، ها دلوقتي ارجع اقدر ارجع للميكروفون بتاعي، ها الكتاب يقول ايه؟ جاله ملاك وقال له لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك، لان الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لانه يخلص شعبه من خطاياهم. وبعد كده رحمت عمل ايه؟ وقف كده هوت، وبعدين تذكر الكلمات النبوة بتاعت اشعياء اللي جت في اصحاح 7 وعدد 14، يقول ايه متى؟ يقول ايه؟ وهذا كله لكي يتم مقيل من الرسول من الرب بالنبي القائل: هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. تخيلوا انتم قبل المسيح ب 750 سنه او اكتر نبي بيتنبأ عن المسيح. فالروح القدس لما الكتاب في قانون الإيمان بيقول الناطق في الأنبياء، الروح القدس معطي الحياة، ها يشترك في الخلق. أيوب في أيوب 33 وعدد 4 يقول إيه؟ يقول روح الله صنعني ونسمة القدير أحيتني. هنا الكتاب يورينا الوحدة ما بين الأقانيم. لكن إنجيل يوحنا أصح واحد وعدد 1 و2 بيكلمنا عن يسوع، يقولك في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله، هذا كان في البدء كان، هذا في البدء كان عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. يسوع خالق ومفيش عمل لأقنوم خارج الوحدة مع بقية الأقانيم، والروح القدس خالق. مزمور 104 وعدد 30 ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض. ترسل روحك فتخلق، لما ترجع لكلمة تخلق في العبري برا بي اي ار اي، كلمة تخلق في كل الكتاب المقدس نسبت لمين؟ لله. إذا لما بتنسب للروح القدس وللمسيح احنا بنتكلم على الثالوث، ها لما بنتكلم على الروح القدس احنا بنتكلم على الله الساكن فينا. ايضا فأيوب أليه وقال الكلمات دي لأيوب: الروح القدس يعطي فهما وتمييزا وذكاء وانتباها. لو وصلوا للفاكسين اللي الناس بتاخده دي كانت مشورة مين؟ الناس ما بتاخدش بالها. الاختراعات والأدوية والأمور اللي هي الخير الإنسان دي مشورة مين؟ الروح القدس. الروح القدس وسيب كلمة ربنا بتقول لنا كده، بيقول ولكن في الناس روحا ونسمت القدير تعقلهم. يعني ايه تعقلهم في العبري؟ يعني تديهم understanding، فهم ونور. كل الاختراعات اللي فيها خير موجودة في الارض، the breath of the almighty give them understanding. احنا البشر بنفهم ونتعامل مع ما هو من حولنا من خلال ايه؟ من خلال الحواس الايه؟ الخمسة بتاعتنا، مش كده؟ هنركز بقى مع بعض. ايه هي الحواس الخمسة؟ النظر، ها وايه كمان؟ والسمع واللمس والشم والتذوق. تصوروا احنا ممكن نعيش بالطريقه دي، ابص لشخص كده اقول يا الشخص ده رائع، الشخص ده كويس، وبناء على الحواس الطبيعيه انا بعمل ايه؟ قرار. الكتاب المقدس علمنا كده؟ لا. فاكرين صمويل النبي في بيت يسى البيت لحمي
لما الرب أرسله عشان قال له ليا في بيت يسى ملك، راح صمويل النبي ودخل وبعين وقف قدامه ألياب ما شاء الله جسمه طول وعرض، فقال إن أمام الرب مسيحه. الرب قال له إيه؟ الرب قال له لا 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 لا، ليس كما ينظر الإنسان، الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فينظر إلى إيه؟ القلب. القلب، عشان كده أنا محتاج لمشورة الروح القدس معايا. ها؟ يعني إيه هنا كلمة ربنا قاليه بيقول في أيوب 32:8، ولكن في الناس روحا ونسمة القدير تعقلهم. هذا يعني أن التمييز الحقيقي، البصيرة الحقيقية في حياة المؤمن لا تعتمد على النظر والسمع واللمس، لكن تعتمد على إيه؟ روح القدس فينا. الروح القدس فينا. ها؟ دانيال، النبي دانيال جه الملاك يتكلم معاه اصحاح 12، بعد ما الملاك كلمه دانيال يكتب يقول ايه؟ يقول وانا سمعته وما فهمته، فقلت يا سيد ما هذه، ما اخر هذه؟ ما قدرش يفهم. اوريكم حاجه جميله بقى، بصم سفر اشعياء كده على اصحاح 11. يا سلام. ها؟ ليه انا محتاج للروح القدس؟ انا محتاج لمشورته. شوف مكتوب ايه عن يسوع، اشعياء 11، ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من اصوله ويحل عليه روح الرب. شوف الصفات اللي جت للروح القدس: روح الحكمه والفهم، روح المشوره والقوه، روح المعرفه ومخافه الرب. يعني ايه مخافه الرب؟ الله قدوس. الروح القدس من عشرتي وعلاقتي معاه يضع امامي المهابه، فافهم ان الله قدوس وان الموقف اللي عملته والكلمه اللي قلتها دي اسمها خطيه. يكون لي نفس نظره ربنا للخطيه، الله قدوس والله يكره الخطيه، فافهم ان الله عايزني اعيش حياه مقدسه. انا محتاج باستمرار الروح القدس، روح مخافه الرب. ها، شوفوا كملوا بقى، شوف مكتوب عن يسوع ايه بقى: ولذته تكون في مخافة الرب. حبيبي يسوع، شوف مكتوب عنه إيه؟ فلا يقضي بحسب نظر إيه؟ عينيه. شوف يسوع كان بيعمل إيه؟ وشوفوا إحنا بعيد عن الروح القدس اللي بيحكم حياتي، ردود أفعالي، اللي شايفه بعيني واللي بفكر فيه بذهني. لا 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 لا، مكتوب عن يسوع ها؟ ها؟ ولذاته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض. مشورة الروح القدس في حياة المؤمنين ده أمر مهم جدا. عشان كده يوحنا الحبيب الرسالة الأولى أصحاح 2 وعدد 2 يقول: وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون إيه؟ كل شيء. أنا محتاج للروح القدس في حياتي، أنا محتاج للروح القدس في حياتي. ها؟ أحبائي، ليس من الحكمة الروحية للمؤمن من يسكن فيه الروح القدس أن يعيش باستمرار متكل على حواسه الطبيعية لتمييز أمور الحياة وللحكم على الأمور. أنا محتاج الروح القدس فيا، محتاج لمشورته، محتاج يكون في اصغاء. ها؟ اصغاء داخلي. فاكرين انا حكيت لكم القصه دي في مره من سنين طويله اول ما جيت كندا؟ انا جيت جولاي 91، وبعدين اتقابلنا في حته مع ناس انا ما اعرفهمش، فبيحكوا لصاحبي بيقولوا له في ام مريضه في المستشفى بقالها مده، الاطباء شايفين انها ما عندهاش مرض عضوي لكنها رفض الحياة، ممتنع عن الأكل، بتفتحش عينيها، ما بتتكلمش، والأطباء بيقولوا لهم يعني ما معناها دي مصيرها بالأسلوب ده الموت. فالشخص الناس دي بتقول بقى لصديقي ما تروحوا تصلوا لهم، روح صلوا. فصاحبي قال روح انت صلي. فأنا وقفت كده محرج أقول إيه؟ ده هي موجود على طول التانيين، هي موجودة في المستشفى الفلاني الدور الفلاني، المستشفى دي والدور ده اوضه رقم كذا.
فخلاص انا قدامهم رايح وانا واقف كده محرج مش عارف ارد اقول ايه. وبحين في يوم قررت اروح، ما تسألنيش ازاي، اوكي، اكيد في مشورة جوايا، الاول كنت خايف بس حسيت براحة اروح. رحت، صحابي دول ما يعرفوش الست دي وما يعرفوش ولادها. وبعدين دخلت الاوضه كده خبطت، لقيت الولاد كبار واقفين حوالين امهم، ست كبيره مغمضه عينيها والظهر عايش على المحاليل. وفانا قلت لهم انا جاي اصلي، فبصوا لي كده ما ردوش عليا. فانا مش عارف اعمل حاجه، فروحت عامل ايه، رحت جاي عند السرير كده ورجعت وبدات اصلي بدماغي، ها بدماغي، يا رب بارك واشفي. وحسيت زي حاجه فوقتني، سكت، حسيت ان في صلاه مختلفه جوايا. روميه 8 مكتوب اننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله ايه جيدا، ولكن الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. لأن اللي بيعلم احتياج الروح وفاهم هو مين الروح القدس. فسكت وارتعبت، حسيت في حاجة، حسيت جوايا بنطق صلاة غريبة، صلاة غريبة لا تتناسب مع اللي في عقلي. جوايا كده حسيت اشتعل، يا روح الله يا رب اديها تغفر، اطلق روح الغفران من قلبها، اطلق روح الغفران من قلبها، زي نار جوايا. وبعد شوية لقيت الست دي اللي ما كانتش بتتكلم انفجرت في العياط، ولما انفجرت في العياط انا ارتعبت وما عرفتش اعمل ايه. وقفت وخرجت جري من الاوضة، خرجت جري ونزلت ومشيت وروحت وعمال افكر عيطت ليه. وبعد عدة ايام الناس اللي انا ما اعرفهمش اتصلوا بالشخص صديقي وقالوا له اسكت، عرفوا عن طريق ناس. عارفين ايه كانت مشكلة الست دي؟ كانت واقعه في خصام عنيف مع اختها ورفضة تغفر لها، ونتيجة عدم الغفران عدو الخير مسكها وضربها باكتئاب شديد، رفضت الحياة ويأست وامتنعت عن الكلام وامتنعت عن الأكل وكانت على وشك تموت، لكن الروح القدس اقتحمها لما أنا بس استسلمت. احنا محتاجين الروح القدس، احنا محتاجينه. احنا كلنا دايما نقول لبعض ايه، صلي من اجلي، مش كده؟ طبعا لما حد يقول لك صلي من اجلي لازم تسمع مشورة الرب، اصلي اقول ايه. احنا ممكن تكون صلواتنا خطأ، لما تيجي تصلي الناس وتصلي بدماغك ها ومتضايق منهم ها، تقول يا رب توبهم، يا رب غيرهم، الناس دي مش هتتغير، يا رب ادبهم. دي صلوات تقترب من العرافة. إبليس صاحب صلواتك مش الروح القدس. أصل العرافة دي ده كذب، ده كلام منقول كأنه من ربنا لكنه مش في الحقيقة. احنا محتاجين نصغي للروح القدس في كل مرة نسجد فيها عشان نصلي، سواء لأنفسنا أو للآخرين. احنا محتاجين للروح القدس كل يوم من أيام حياتنا. ها ما ينفعش للمؤمن اللي الروح القدس يكون موجود فيه يكون متكل على حواسه الطبيعية. عشان كده سليمان يكتب سفر الجامعة صح 3 عدد 5 و6 يقول توكل على الرب ايه؟ بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. كون انت بحسب كلمة ربنا وقلب الله وشخصية المسيح، طيع الكلمة وبعد كده هو ايه؟ هو اللي هيقاوم سبيلك، هو اللي هيوريك تمشي فين وتروح فين وتيجي منين. ده عمل الروح القدس، ده عمل الروح القدس. احبائي كل ما سبق كنا بنتكلم عنه، الروح القدس كان بينسب، الكتاب بينسب للروح القدس صفات تقال عن الله وعن المسيح.
الروح القدس واحد من الأقانيم الثلاثة، مساوي للآب والابن في الجوهر الواحد. ما تخافش انك انت تتواصل مع الروح القدس جوايا. لكن السؤال بقى، انت فيك الروح القدس؟ طبعا. هل الخارج من حياتنا يتناسب مع الروح القدس اللي موجود فينا؟ هل حقيقة كلام اللي أنا قلته ده، تصرف الصوت العالي ده، ده بيعبر عن روح القدس؟ مش كان محتاجين ننتبه؟ احنا محتاجين ننتبه. الروح القدس دليل ان احنا ولاد ربنا. الروح القدس دليل جوانا. لما كتاب بيقول لك عربون، ده دليل ان انا ملك ربنا. ده هو الدليل. ها كورنثوس الثانية اصحاح 6 عدد 19 و20، الكتاب يقول لنا الروح القدس يسكن في كل مؤمن. ام لستم تعلمون ان جسدكم هو هيكل الروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، انكم لستم لانفسكم، لانكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في اجسادكم وفي ارواحكم التي هي لله. المؤمن اللي عدو الخير بيخدعه ويزني. بولس هنا كان بيقول ارواحكم اجسادكم هي ايه؟ هي ملك المسيح. اخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانيه؟ وبعدين بيقول لها، بيقول ام لستم تعلموا، يعني بيقول للمؤمنين كنيسه كورنثوس، لما تدرس كنيسه كورنثوس الاولى، كنيسه مليانه بالمواهب الروحيه لكن كان فيها خلافات كتيره، خلافات بيكلموا عن المواهب، افتخار بالمواهب، خلافات داخل البيوت، عدم خضوع المراه، مقارنه ما بين الخدام، لما كانوا بيختلفوا مع بعض كانوا بيروحوا للمحاكم. بيقول لهم الله ام لستم تعلمون أنكم هيكل للروح القدس، ربنا موجود فيكم. اللي انتوا بتعملوه ده، اللي انتوا بتعملوه ده، روح القدس موجود فيكم. مش انتوا ولاد لربنا؟ كنا مولودين من الله، يعني احنا ممتلكين من الله. الثمن الدفع فينا، ثمن ربنا اللي دفعه يسوع، دم يسوع. لما تيجي تدرس في العهد القديم ايه الفرق كانت ما بين خيام الشعب كلها وخيمة الاجتماع؟ ايه الفرق ما بين كل البيوت اللي كانت موجودة في أورشليم وهيكل الله؟ ايه الفرق؟ الفرق حضور ربنا، حضور ربنا. انت في فرق بينك وبين اهل العالم. انت ايوه انت سامعاني، انت في فرق بينك وبين كل الستات اللي ماشيه في الشارع. انت فيك روح الله، فيك روح الله، وفيك روح الله وفيا. عشان كده المفروض اللي خارج منا بيتناسب ايه؟ ما احنا موجود فينا. احنا رساله المسيح. بالروح القدس نولد ثانيه. يسوع قال لنقوديموس نفس الشيء. احنا بنتولد بحضور وقوة الروح القدس. الروح القدس يبكتنا على الخطية. ما فيش علاقة بيني وبين الكتاب المقدس. مهمل حياة الصلاة، مهمل حياة التوبة، مش بعد قدام ربنا. طب هل أنا معناها حياتي وشخصيتي بتتغير؟ عشان كده أنا اللي من 20 سنة هو أنا النهاردة، هي شخصيتي كما هي. الكتاب بيقول الروح القدس يبكتنا على خطية. كلمة دي معناها بيعلن جوايا ويفهمني ان دي خطيه، يبكتني، بيشاور لي في اعلان. فاكرين في لوقا 15 الابن الضال؟ الكتاب يقول فلما رجع لنفسه قال كم من اجير لابي يفضل عنه ايه؟ الخبز، وانا موجود هنا ايه؟ وانا اهلك جوعا. الروح القدس لما بيكلمني بيقودني للتوبة، بيعمل تغيير للأفكار. ده معنى التوبة، أكون ماشي كده هف في موقف، في علاقة، في سلوك، في عناد، فالتوبة تخليني أتوقف عن الخطية دي وأتوب قدام ربنا وأغير الاتجاه. متانويا، تغيير في الأفكار وتغيير في الاتجاه. طب الروح القدس بيغير أفكاري إزاي؟ بياخدني لكلمة ربنا.
بياخدني للحق فافهم ان اللي انا موجود فيه باطل، بياخدني للنور فافهم اللي انا موجود فيه ظلمه، بياخدني لشخصيه المسيح فافهم اللي خرج مني ده مش بيمجد المسيح. روح قدس موجود فينا. اعمال الرسل اصحاح 2، فاكرين وعظة الرسول بولس لما وعظ الكتاب يقول ايه؟ فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم، يعني اتبكتوا في قلوبهم وقال لهم كده ماذا نفعل ايها الرجال الاخوة؟ ها قالوا البطرس ماذا نفعل ايها الرجال الاخوة؟ ورد بطرس عليهم وقال لهم، انا بقول الكلام ده لكل احبائي خاصة انا ملي قبل كده في مواقف تانية قلت الكلام ده خاصة لاخواتي العابرين، كان الرسول بطرس قال لهم ايه؟ قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. عشان كده احنا داخل الكنيسة المسيحية نعمد. ليه؟ لان مع المعمودية يأتي حلول الروح القدس، ختم الروح القدس، اعلان ملكية هذا الانسان انه اصبح ابن لله واصبح مؤمن. عشان كده داخل الكنيسة نضع المعمودية جهة ايه واحنا داخلين؟ جهة الشمال، كأنه من الشمال الى اليمين، من الشمال معمودية الى اليمين، ها يمين ابي اللي موجودين على يمين ابي للدخول للكنيسة للدخول لملكوت الله من خلال ايه؟ من خلال باب المعمودية، الولادة ثانية. وده الكلام اللي يسوع قاله، ها توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع لغفران الخطايا ها فتقبلوا عطية الروح القدس. ايوه ها الروح القدس بيستخدم كلمة ربنا عشان يقودنا نحو التوبة، أفسس 6:17 وخذوا سيف الروح الذي هو إيه؟ كلمة الله. روح قدس يتحرك في حياتك بحرية كمؤمن طول ما كلمة ربنا قريبة منك. لكن لو أنا مهمل للعشرة والعلاقة مع الله والكتاب المقدس اللي موجود ها موجود باستمرار ومقفول في البيت بعيد عني، روح قدس بتحرك في حياتي إزاي؟ سيف الروح. عشان كده الروح القدس يمكنني من مقاومة إبليس من خلال استخدام كلمة الله، بيحررني من قوة الخطية. البعض سمع منكم في مرات كتير لما بقى مزنوق بمسك الكتاب المقدس وامشي في البيت وأقرأ بصوت عالي، بقرأ لنفسي الكلمة تخرج تدخل من تطلع من لساني تدخل من وداني الروحي الداخلية فافهم مين هو ربنا وبيقول لي ايه وامكانيات الله وقدره الله، في حين اني في البدايه كنت حاسس بضعف، كنت حاسس بخوف من الناس. لكن لما قريت كلمه ربنا حياتي اختلفت. حياتي احبائي الجهل بالروح القدس مشكله، الجهل بالروح القدس مشكله. أنا محتاج لكلمة ربنا، محتاج لحياة الصلاة، للتوبة باستمرار، للجهاد الروحي، للانتظام على التناول من جسد المسيح ودم المسيح. عيش حياة مسيحية مشتعلة مش حياة فاترة. فاكرين لا تخف لأني معك لما كنت واقع في مشكلة، ها أشعي 41:10 لا تتلفت لأني إلهي قد أيدتك وعنتك وعضدتك بيمين بري، ها إنه سيخزى ويخجل جميع المختزين عليك، يكونوا كلا شيء مخاصموك يبدون تفتش على منازعيك ولا تجدهم، يكون مخاصموك كلا شيء وكالعدم، لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أحينك. كلمة الله حياة، كلمة ربنا حية فعالة أمضى من كل سيف ذي حدين، خارقة إلى مفرق النفس والروح، مميزة أفكار القلب ونياته. كلمة ربنا تساعدني أعرف إيه الدوافع بتاعتي، أنا عملت كده ليه؟ أنا محتاج لكلمة ربنا، لكن أنا محتاج للروح القدس. أحبائي محدش يقدر يهرب من الروح القدس، حدش يقدر يهرب من الروح القدس. فاكرين النبي يونان عمل شيء؟ لو أنت تقرأ بقى كده والروح القدس مالي قلبك تضحك. ربنا قال له روح فين يا 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 يونان؟ قال له روح فين؟ ترشيش. قال روح نينوى. فيونان عمل ايه؟ راح فين؟ ترشيش. يونان كان بيهرب من مين؟ من ربنا. معقولة انا اقدر اهرب من ربنا؟
أقدر من ربنا اللي موجود فيا. ها مزمور مزمور ما بص مزمور قبل ما تطلع بص مزمور 33 شوف المرنم قال ايه شوف المرنم قال ايه فمرات كتير فاكرين انا كتبت ايه حد من الشمامسة رد علي ها فمرات كتيرة انا اعمل حاجة ها وبعدين اقول جوايا ما حدش شافني ما حدش شافني خلاص انا تخطيخ وانا لوحدي. الكلام ده صح في حياة المؤمنين؟ مين شايفني؟ روح القدس. عشان كده نحتاج ننتبه لأنفسنا. شوف المرنم بص المرنم بيقول ايه عن الله. من السماوات نظر الرب. هو بيقول كده. بس حلول الروح القدس كان لمهام محددة الأشخاص محددة والفترات محددة. لكن في العهد الجديد حلول الروح القدس هو ايه؟ باستمرار موجود جوايا. ها؟ يقول من السماوات نظر الرب رأى جميع البشر من مكان سكناه تطلع إلى جميع سكان الأرض المصور قلوبهم جميعا المتنبه إلى كل أعمالهم. ها؟ الرب موجود ربنا شايف. بص كده بقى مزمور 139 بص على داود النبي. I'm running. ها؟ أنا بجري. ربنا يدينا نعم. شوف داود النبي كتب إيه في مزمور 139 مزمور 139 شوف داود كتب ايه. يا رب قد اختبرتني وعرفتني. هنفهم بقى اختبار ربنا ازاي. انت عرفت جلوسي وقيامي فهمت فكري من بعيد بص الكلمات اللي جايه بعد كده مربضي ومسلكي مسلكي ومربضي زريت وكل طرقي أعرفت لأنه ليس كلمات في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. من خلف ومن قدام حاصرتني جعلت علي يدك. عجيبة هذه المعرفة فوق ارتفعت لا أستطيعها. بعد كده يقول لنفسه إيه أين أذهب من روح ومن وجهك أين أهرب. مش عارف أنت هربان من ربنا الأيام دي أو أنت فاكر بالموقف اللي عملته ده الموقف اللي حصل في البيت أو أنت أو هل هربانين من ربنا؟ هل الفعل العملة اللي أنا عملتها دي ربما حدش شافني؟ ربنا شافني. دي حقيقة. دي حقيقة. داود كتبها. في الأعداد اللي قريناها دي داود بيسجل اختباره في العشرة والعلاقة مع الله. عشرته مع ربنا. بيقول كده في الأعداد دي. هنفهم ده. هو بيكلم عن الروح القدس. بيقول الله يعرف إيه؟ يعرف إيه؟ كل شيء. الله حي بروحه. الله عارف كل حاجة. الله عارف كل حاجة. بيقول لك ليس كلمات في لساني إلا وأنت يا رب قد عرفتها كلها. ده أنا قبل ما أتكلم هو عارف أنا هتكلم أقول إيه. عشان كده محتاج لما أكون في مواقف معينة قبل ما اندفع وأتكلم أحتاج أعمل إيه؟ انتبه شوية جوايا. مرات كتيرة الروح القدس يقول لي زيب أب ما تردش. ليس كلمات في لساني إلا وأنت قد عرفتها يا رب. الله يعرف كل شيء. داود بيقول كده الله عارف. عارف نومي عارف سلوكي عارف أفكاري عارف أعماقي. ليس هناك شيء في الحياة يمكن أن يقال عنه إنه بعيد عن الله أو مخفي عن الله. أنا إنسايد أوت كده. روح قدس ايه؟ عرفني. دي حقيقة احتاج بقى لما اعيشها يكون سلوكي وتصرفاتي يتناسب مع ايه؟ مع هذه الحقيقة اللي انا عارفها. داود ادرك انه ليس هناك شيء في الحياة تقدر تقول عنه بعيد او مخفي عن ربنا. يعرف كل شيء
حتى أعماق نفسي ربنا عارف، ربنا عارف. بس بص، الروح القدس مش موجود جوانا بيتجسس علينا، لا 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 لا, لا. دي محبة الله، كون الروح القدس داخلي وأنا أقول إنه عارف كل حاجة، ده شيء إيه؟ يطمن قلبي، ده شيء يطمن قلبي. ها؟ فمش محتاج إني أقلق، أطمن، أطمن إنه هو عارف كل حاجة. لكن داود في وسط الكلمات اللي قول اللي قالها في البداية وقف كده وسأل سؤال، ها؟ السؤال ده يخليني أنا وإنتم نفهم داود كان بيفكر إزاي. سأل سؤال إحنا بنقول عنه في الكتاب المقدس rhetorical question، يعني إيه؟ يعني سؤال مفروغ الإجابة عنه. يعني لما يجي الرب يقول لإبراهيم، ها، في تكوين 18-14 يقول له هل يستحيل على الرب شيء؟ إحنا بنقول ده السؤال مفروغ الإجابة عنه. هل 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 هناك أمر نقدر نقول إن ربنا يعجز عنه؟ لا طبعا، لا لا. هل يستحيل الرب شيء؟ ما فيش شيء يستحيل على ربنا، ما فيش شيء. إجابة معروفة. داود بيسأل، بيسأل نفس السؤال، بيقول Where can I go from your spirit؟ أين أذهب من روحك ومن وجهك؟ أين أهرب؟ مش هتقدر مش هتقدر، مش هتقدر. الإجابة معروفة، ما تقدرش، ما تقدرش. ها، كل حاجة، كل حاجة ربنا عارفها عننا، كل شيء ربنا عارفه عننا. الروح القدس موجود جوانا، الروح القدس موجود جوانا. مفيش مكان في الكون في أستطيع أني أختبئ عن عيني الله، عن الروح القدس كلي المعرفة. يعلم كل شيء، يعلم كل شيء، عارف كل حاجة، عارف كل حاجة. فاكرين داود في صمويل الثانية صح كام؟ صح 11، لما زنى مع بس شبع ولما رتب لقتل أوريا الحسي، اتخيل انه ش ش ش هش هش، ما حد سمع حاجة ولا عرف حاجة. ها، عدد 25 صمويل الثانية 11 كتاب يقول ايه؟ وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب. كان قدام ربنا، أين أذهب؟ عشان كده بيقول أين أذهب من روحك ومن وجهك؟ أين أهرب من روحك ومن وجهك؟ أين أذهب؟ روح فين؟ المزمور أو الروح القدس في هذا المزمور مش مجرد قوة، لا، ده هو الله الحي العامل بروحه في خلقته، سرمدي أبدي، كلي المعرفة، كلي القدرة، كلي الوجود، كلي الوجود. هنا هنا داود في المزمور ده بالروح القدس بينسب للروح القدس خصائص أو صفات إلهية، بيقول عنه شخص يرى كل شيء، يعرف كل شيء، لا يمكن الهروب منه. مش كان لما يبكتني على خطية، لو شاور لي على حاجة النهاردة محتاج إني إيه؟ أتوب عنها، أتوب عنها. ما ينفعش إن أنا حجر قلبي وعند خطية خطية. بس سامحوني، ها، سامحوني. يا ما عدت مع كابلز سنين طويلة يقول لي لما هي توب أنا توب، فأنا أضحك أقول له عمرها ما توب، يقول لي يعني إيه؟ أقول له مالكش دعوة بيها، توب أنت أولا، أولا أولا ارجع أنت لربنا، انكسر قدامه، اتضع قدامه، وخلي الله يتعامل الروح القدس من خلالك للآخر. لو الروح القدس شاور لنا على حاجة نحتاج ان احنا نتوب، في هذا المزمور نجد تشجيع ونجد تحذير في نفس الوقت. ها، لو انا خدعت كل الكون انا مش هقدر اخدع روح الله اللي موجود جوايا. بص كده مزمور 139، بص عدد 8، داود يرجع يقول ان صعدت الى السماوات فانت هناك، ها، يا وان فرشت في الهاويه
فها أنت إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر. حتى البحر بيكلم عن إيه؟ بيكلم عن الظلمة. حتى في أعماق البحر هو شايفني وعرفني. أهرب وأروح فين؟ هروح فين؟ ها؟ 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 يقول إيه؟ يقول إيه؟ فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. فقلت إنما الظلمة تخشاني فالليل يضيء حولي. الظلمة أيضا لا تظلم لديك، والليل مثل النهار يضيء كالظلمة هكذا النور. الروح القدس فيا ينور أمور أنا ما كنتش قادر أفهمها. أنا محتاج للروح القدس، أنا محتاج للروح القدس في حياتي. أنا بكلم على العشرة والعلاقة مع الروح القدس. داود هنا بيقول أنا لو تحولت لطائر وهربت في أعلى السماوات، لو تحولت لسمكة كبيرة واختفيت في أعماق البحر حيث المياه المظلمة يراني. إذن لا المسافات ولا الظلمات يمكن أن تخفيني عن الروح القدس. أعماق البحر، الظلمات كلها بتشير للحياة ربما السرية لبعض النفوس. أعيش حيث لا يراني أحد وأعيش كما أرغب ولن يعرف الناس شيء عني في البيت وعلاقتي مع إخواتي أو شريك الحياة أو مع أصدقائي. كل ما أحتاجه أن يوم ما أجي يوم الحد الابتسامة، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم، ازيك يا أخ شريف، الحمد لله نشكر ربنا. سيدي الحقيقة لا أستطيع، لا أستطيع. أين أذهب من روحك ومن وجهك؟ أين أهرب؟ ها؟ لأن داود وصل للفهم ده في علاقته وعشرته مع الروح القدس. عشان كده آخر عددين 23 و24 وقف كده وقال له اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري. هل صلاته لأن ربنا مش عارف؟ لا، ما هو ربنا عارف. بس داود لما بيقول كده بيقول اعلن لي، اعلن لروحي اللي انت عارفه. اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان فيا طريقا باطلا اهدني طريقا أبديا. ايه عشرتك مع الروح القدس؟ ايه عشرتك مع الروح القدس؟ أختي اتفضلي، من فضلك، من فضلك اتفضلي. إيه عشرتك مع الروح القدس؟ إيه عشرتك مع الروح القدس؟ هل الخارج من حياتك يتناسب مع هذه المعرفة؟ خلينا نرجع للكتاب المقدس. كل يوم نقعد مع الكلمة المقدسة. خلينا نرجع لحياة الصلاة. خلينا نقدم توبة حقيقية قدام ربنا، توبة حقيقية قدام ربنا. أنا في يوم من الأيام وقفت كده في وسط مجموعة، ربنا يرحمني، كنت بكلم عن التوبة. كان يوم حد الصبح، فبسأل سؤال كده بقول آخر مرة توبت إمتى؟ البعض بصولي كده إيه اللي أنت بتقوله ده؟ Are you kidding man? You must be crazy. أنا كنت بقولها بسلامة نية، ما قصدش حاجة. لكن بعدها قلت لهم على فكرة أنا آخر مرة كان النهاردة الساعة 5 الصبح وأنا قاعد قدام ربنا شاور لي على حاجة فتوبت. فتوبت. بس كان الكتاب المقدس معايا. كنت قاعد في خلوتي مع الرب وبصلي وروح قدس شاور لي على شيء. قمة الحب، قمة الحب. محتاجين لعشرة وعلاقة الروح القدس. محتاجين حقيقي نقول له أنا محتاج لمسة روحك، تغيرني، أنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. مبارك اسمك، أشكرك لأجل الحرية اللي بتديها لنا يا روح الله، إننا نيجي ونقف أمام العرش، نيجي بتوبة، نيجي بجروحنا فتشفينا. لينا حرية من الخطية، لينا حرية من العبودية، لينا حرية من التدين، لينا حرية من الأكاذيب، لينا حرية من قيود إبليس.
لينا حرية، حرية مجد أولاد الله. نعظمك يا روح الله في وسطنا، نبارك اسمك، نعظمك يا روح الله. أشكرك لأنه نتكلم عنك لكن تحتاج أنت تشهد فينا أيضا وتكلمنا. أشكرك لأجل لمساتك لينا الحياة، لمسات الشفاء، الإطلاق. أشكرك لأجل دعوتك للكثيرين منا الليلة للتوبة. أشكرك، أشكرك، بتفكنا، بتفكنا. أشكرك من كل اكتئاب، من كل أحزان، تطلق أفراح حقيقية وإيمان حقيقي ورجاء حقيقي في قلوبنا الليلة. نتغير، نتغير، نتغير من مجد إلى مجد كما من الرب الروح عملك فينا يا روح الله. النهاردة لا تتركنا، لا تتركنا ان احنا نخرج فارغين، لا لا لا، احنا جينا محملين امور وضعفات، لكن نخرج، نخرج في حرية مجد اولاد الله، حرية من الخطية ومن الاكتئاب ومن الضعف، حرية، حرية من اليأس، حرية من المخاوف، حرية من القلق على بكرة والقلق على احتياجاتنا، حرية، ثقة واتكال عليك انت، انت اللي توريني ابوة ربنا، انت اللي بتخليني اقول يا ابا الاب، يا ابا الاب، يا ابا فاذر، انت اللي بتعلن لي ابوة الله، انت اللي بتعلن لي محبة ربنا، فاتكل على محبة الاب لي، اتكل على غنى الله، واعلم انه لا توجد ذرية له تلتمس خبزا، الاشبال احتاجت وجاعت، اما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. اتكل عليك ولا اخاف، ولا اخاف، لانك انت موجود معانا، موجود في حياتنا. ابارك اسمك، اشكرك، اشكرك لانك بتعلن عن نفسك يا روح الله فينا. ساعدنا، ساعدنا، ساعدنا نحبك، نتواصل معاك يوم بعد التاني. ساعدنا نرجع لكلمتك، ساعدنا نرجع لحياة الصلاة، للجهاد الروحي. أعطينا نعمة، أعطينا، اشعلنا من الداخل، ارفع كل فتور من أعماقنا، اشعلنا من الداخل، ضع اشتياقات جديدة الليلة للحياة معاك يا رب، لخدمتك والتمجيد ورفعة اسمك. مبارك اسمك، أشكرك لأجل حضورك في وسطنا، أشكرك، أشكرك لأجل إنك بتتغاضى عن ضعفي، أشكرك، أشكرك. مبارك اسمك إلى الأبد. اسمعنا يا رب حينما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.